يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة اليوم هتكون غاية في الأهمية، أخبار عديدة متنوعة بخصوص كافة الملفات سواء محليا عالميا، وبالتحديد فيما يتعلق بأخبار نادينا الحبيب النادي الأهلي. ضيف حلقتنا في الجزء الثاني من حلقة النهاردة الأستاذ حسام زايد الناقد الرياضي بالشروق، وكالعادة هنستفيد في الحديث معاه في بعض الأمور والملفات الهامة على الساحة الرياضية المحلية تحديدا. في البداية نشوف أهم عناوين حلقة اليوم، يلا بينا. الليلة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز والفريق يدخل معسكرا مغلقا. اتحاد الكرة يقرر تطبيق تقنية الفيديو في 19 ملعبا. تريزيجيه يفوز بجائزة أفضل هدف لأستون فيلا في يناير. طيب واحدة واحدة كده بالراحة، هو الاجتهاد عيب؟ لا، الاجتهاد مش عيب، مش عيب خالص انك تجتهد، مش عيب خالص انك تحاول تجيب خبر، هي الشغلانة دي كده. لكن الأهم ان انا احاول اجيب خبر واسبق بيه ان انا اتحرى الدقة بالشكل المطلوب، عشان لما اجي اقول خبر للناس الناس تصدقني، فده أمر مهم جدا جدا جدا. هي الشغلانة دي لازم كلنا نحاول نجيب أخبار، لازم كلنا نحاول نجتهد، نتواصل مع المصادر، نحاول نخلق قضية نتكلم فيها، موضوع نعرضه على المشاهدين ونشوف آرائهم إيه وكلام من ده. لكن في نفس الوقت مهم جدا جدا إن أنا لما أجيب خبر أتحرى الدقة بالشكل المظبوط وأقول للناس الحقيقة والواقع إيه. بالتحديد فيما يتعلق برمضان صبحي لاعب النادي الأهلي والساعات القليلة الماضية، وكلام كتير جدا على تجدد إصابة اللاعب، وان رمضان صبحي كده جاله مزق تاني في العضله الخلفيه، ولما الكلام طلع يبقى معنى كده ان ايه، ان رمضان صبحي قعد مثلا 6 أسابيع فاتوا كده، يبقى لسه 6 أسابيع جديده عشان رمضان صبحي يرجع الملعب. الكلام ده يا جماعه غير حقيقي بالمره، غير حقيقي بالمره. الواقع ايه؟ الحقيقه ايه؟ ان رمضان صبحي خلال الفتره الحاليه بينفذ المراحل الاخيره، او بالتحديد المرحله الاخيره في برنامجه العلاجي. المرحلة الأخيرة دي هتنتهي إمتى؟ خلال 48 ساعة. يعني ممكن رمضان يشارك في التدريبات إمتى؟ لو الفريق يوم الجمعة مش أجازة هيشارك مع الفريق بداية من يوم السبت، أقصى تقدير يوم الأحد في التدريبات الجماعية بالنسبة للنادي الأهلي. وضحت؟ ده موضوع رمضان صبحي زي ما بيقول لحضراتكم كده، القصة بسيطة خالص. البعض بيحاول يهول الأمور، وبالمناسبة أنا عايز أقول لحضراتكم على حاجة، يعني في العضلة، عضلة لاعب عن لاعب بتختلف. كل إنسان وعضلاته وبعض الأمور الخاصة بالعلاج، مثلا لو هو مصاب إصابة معينة وكان من ده، في واحد بتتطور حالته بشكل سريع ويخف بسرعة، وفي واحد بياخد وقت شوية، العضلة بتاعته الاستجابة بتاعتها بتبقى يعني مش بالسرعة اللي ممكن يتوقعها البعض. هو كل بني آدم كده، يعني مش كل عضلتي مش زي عضلتك، يعني العضلة الأمامية عندي مثلا مش زي العضلة الأمامية عندك، العضلة الخلفية عندي مش زي العضلة الخلفية عندك، يعني فموضوع بيختلف من بني آدم للتاني، ودي حاجة طبية معروفة جدا. رمضان صبحي في تريث كبير وحرص في عودة اللاعب للمشاركة في المباريات. ليه؟ لأن مركز رمضان بيتوجب فيه استخدام السرعات. لما بتلعب وينج مثلا السرعات بتبقى السمة الأساسية اللي لازم تكون موجودة عندك. السبرنتات بتطلع بسرعة، كلام ترجع بسرعة تدافع، كلام من ده. ففي المركز ده تحديدا لازم يبقى فيه تريث في العلاج وتريث في عودة اللاعب اللي بيشغل هذا المركز سواء بقى رمضان أو غيره، بالإضافة طبعا لجزئية العضلة ومدى الاستجابة السريعة ليها من الإصابة. لكن فيما يتعلق برمضان، رمضان خلاص الموضوع قريب جدا، هيشارك في التدريبات الجماعية ومن ثم مشاركته في المباريات، وفي الآخر كله إيه؟ طبقا لرؤية مستر ريني فايلر المدير الفني، الرؤية الفنية. فنيا طبعا محدش يختلف على رمضان، يعني اكيد المدير الفني مستني رمضان يرجع عشان يلعبه، عشان يديله اضافة للفريق، احنا عارفين قيمة رمضان الفنية يعني. لكن برضو اكيد في وجهة نظر يعني فنية، لكن في نفس الوقت اول ما يخف هيكون موجود مع الفريق بشكل طبيعي. هيخف امتى؟ زي ما قلت لحضراتكم ايه؟ خلال 48 ساعة. الموضوع مش هياخد وقت كبير خالص، والاصابة ما رجعتش اطلاقا، الموضوع ده مش موجود يا جماعة خالص، ولازم نوضح لحضراتكم الجزئية دي. بالنسبة بقى لرمضان صبحي نفسه هو بيفكر ازاي؟ هو عايز ايه؟ هو برضو بيفكر في انه ما يتسرعش في العوده،
عشان لما يرجع الاصابه ما تجروش تاني ويقعد فتره كبيره بعيد عن الملاعب. ليه؟ لان عنده اهداف متعدده في الحقيقه بالنسبه لرمضان صبحي. اهداف بتتمثل في المنافسات المختلفه مع النادي الاهلي سواء محليا او افريقيا، اهداف بتتعلق بالمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول كمان، والاثنين عندهم تحديات بدايه من المنتخب الاول في شهر مارس ومرتي توجو في التصفيات المؤهله لامم افريقيا، وبعد كده المنتخب الاولمبي طبعا وايه والاولمبياد اللي هتكون في شهر 6. فبالتالي ده الموضوع كله بخصوص رمضان صبحي. نقفل الملف ده، مش هنتكلم فيه كتير، وهنتظر عوده اللاعب ان شاء الله خلال يومين ثلاثه بالكتير عشان يشارك في التدريبات، ومن ثم المشاركه في المباريات الجماعيه. دي قصه رمضان. خلينا بقى ايه نتكلم على الاهم دلوقتي، والفريق بيستعد وبيختتم استعداداته من خلال مران اليوم تحديدا، المران الاخير بالنسبه للنادي الاهلي قبل مباراه بيراميدز غدا. هذه المباراه الهامه والمرتقبه بكل تاكيد. ليه؟ لان يعتبر بيراميدز من الفرق الكبيره، الناس كانت بتتخيل ان هم ممكن ينافسوا على بطوله الدوري السنه دي، مش ماشيين كويس قوي، لكن دايما مباريات الاهلي بالنسبه لاي فرقه بتبقى مباراه خارج الحسابات، بيبذل فيها اي لاعب كل جهده عشان يظهر بالشكل المميز. فرقه بيراميدز كمان عندهم العناصر اللي فيها خبرات كبيره، بيتميزوا بالخبرات الكبيره وقدرات مميزه، ومدير فني مميز الكرواتي تشيرتشيتش مدرب كويس جدا وليه سي في محترم في الحقيقه. فبالتالي مباراة صعبة الأهلي بيستعد ليها بكل قوة، على غرار أي مباراة الأهلي بيستعد ليها في الحقيقة، خصوصا الأهلي من خلال مباراة بيراميدز بيبتدي مرحلة جديدة جدا مليئة بالتحديات المختلفة واللي بيركز فيها الفريق بشكل كبير عشان ينجز مهامه. احنا عندنا مهام كتيرة جدا في بطولة الدوري، مباريات مصرية كلها تكسب إن شاء الله بإذن الله بيراميدز، تخش على طلائع الجيش، بعد كده تخش على المصري، وبعد كده تخش على الزمالك تمام في السوبر وفي الدوري، وتختم الشهر ده بمباراه ربع النهائي، مباراه الذهاب اللي هتكون في القاهره، لسه هنعرف الساعه 7 بالليل او 8 بالكثير كده، نعرف ايه مين الفريق اللي هنقابله يعني في دور ربع النهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. بالتالي هي احدى اهم المراحل بالنسبه للنادي الاهلي هذا الموسم، هي مرحله شهر فبراير، والتركيز فيها كبير جدا جدا، والمسانده فيها مطلوبه ومؤكده من كل جماهير النادي الاهلي. الفريق تدريباته النهارده ابتدت فيه تمام الساعة 4 عصرا على استاد مختار التتش، بعد ما تنتهي هذه التدريبات هي على وشك النهاية يعني ممكن خلال نص ساعة ولا حاجة تنتهي تدريبات اليوم، هيبقى فيه قائمة هيعلن عنها مستر رينيه فايلر، واحنا أول بأول كده هنقول لحضراتكم الجديد بخصوص قائمة النادي الأهلي استعدادا لهذه المباراة. بعد ما الفريق يطلع القائمة الخاصة به وبعدين يروح على إحدى الفنادق القريبة من ملعب اللي هيستضيف المباراة، هيبقى فيه بالليل محاضرة بعد العشاء من مستر فايلر للاعبين، وبالتحديد الكلام فيها هيكون على نقاط القوه والضعف بخصوص فريق بيراميدز وكيفيه مواجهه هذا الفريق والتعامل معاه خلال مواجهه الغد. وخصوصا ان مستر فايلر بصراحه خلال الفتره اللي فاتت دي الكام يوم اللي فاتوا درس فريق بيراميدز بشكل جيد من خلال ايضا ايه من خلال بعض المباريات اللي شافها للفريق ده محليا وافريقيا، وبالمناسبه هم ماشيين افريقيا في الكونفدراليه بشكل ممتاز، واعتقد هم المرشح الاول للفوز بالكونفدراليه هذا الموسم، واكيد بنتمنى لهم كل التوفيق لان هم فريق مصري في الاخر، لو فاز بالكونفدراليه هيبقى شيء مميز جدا، لكن طبعا طبعا ما بنتمناش ليهم التوفيق خالص بكره، والاهلي باذن الله هو اللي يكون موفق في مواجهه الغد. فيما يتعلق بالاصابات، الجهاز الطبي بيؤكد جاهزيه احمد فتحي واجاييه قبل مواجهه بيراميدز، واحنا عارفين احمد فتحي قبل مباراه الهلال كان عنده كدمه في الكاحل يعني تعافى منها خلاص بشكل كامل، وامبارح شارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي واصبح جاهز للمشاركه في مباراة الغد طبقا للرؤية الفنية لمستر ريني فايلر. نفس الحال بالنسبة لأجاييه، كان عنده نزلة برد قوية غاب على التدريبات وأولى استعدادات النادي الأهلي لمباراة بيراميدز، لكن تواجد امبارح في التدريبات بشكل جيد، والنهارده أكيد كمان متواجد في هذه اللحظات، وبإذن الله هو جاهز بشكل تام لمباراة الغد أمام بيراميدز. بالمناسبة نسب كبيرة جدا أليو بادجي هيبتدي مباراة بكرة. خلينا نكمل ونتكلم عن كابتن سيد عبد الحفيظ وبخصوص قرعه ربع النهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، وده حدث مهم جدا بالنسبه لنا وكلنا مترقبين بقى وكلنا عايزين، يعني البعض عمال يتوقع احنا هنقابل الترجي، لا هنقابل صن داونز، لا هنقابل مازيمبي، وانا عاجبني قوي بصراحه يعني جمهور النادي الاهلي وعقليته بخصوص التمني في الفرقه اللي هيواجهها في ربع النهائي، وفئه كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي بيتمنوا ايه؟ بيتمنوا صن داونز،
عشان يعني المباراة الصعبة علينا كلنا بتاعت السنة اللي فاتت وفوز صن داونز على النادي الأهلي بنتيجة كبيرة، ففي نفس الوقت عايزين تبقى مباراة رد اعتبار، ودي سمة أساسية عند جمهور النادي الأهلي، والسمة دي أكيد موجودة عند لعيبة النادي الأهلي. فالشيء بالشيء يذكر يعني. بالمناسبة الكابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي مدير الكرة والمدير الإداري للفريق هيحضروا قرعة ربع نهائي دوري الأبطال مساء اليوم، واللي هتبتدي فيه تمام الساعة 7 مساء، وهيتخللها أيضا قرعة بطولة الكونفدرالية، وهنشوف الأمور هتستقر على إيه بالنسبة للنادي الأهلي النهاردة بالليل بإذن الله. وأيا كان أيا كان الأهلي هيقابل مين، فالأهلي جاهز لتخطي أي عقبة. وفي الحقيقة كل المباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا هي عقبات مختلفة لازم تتعامل معها بالشكل الجيد وبالتركيز المطلوب وبالروح المطلوبة عشان تقدر تحقق هدفك في النهاية وتقدر تفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا. فالأهلي بينتظر أي منافس نعرفه بالليل بإذن الله. هقرب من الصورة بشكل أكبر واروح لزميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي. يا كيمو مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي امير، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم. عايزين نطمن من خلالك طبعا عن تدريبات الفريق واخر مران قبل مباراه بكره ان شاء الله، وقول لنا كل الكواليس ايه. طبعا امير يعني ان شاء الله باذن الله كل التمنيات كالعاده في البدايه لفريق النادي الاهلي مباراه بيراميدز والفصل التام وبين البطوله الافريقيه وبطوله الدوري العام. يعني يمكن المعنويات مرتفعه بشكل كبير وحاله الاصرار اللي احنا لمسناها وبنشوفها وبناكد عليها في كل لقاءاتنا سواء او مداخلاتنا كمان. الحاله يمكن الفتره اللي فاتت بالنسبه لعيبه النادي الاهلي الدوافع بتتجدد بشكل مستمر، هو هدف يا امير رغم كل الظروف المحيطه ورغم كل الاحداث، لكن لعيبه النادي الاهلي عندها هدف كبير جدا هي تستمر سلسله الانتصارات سواء في البطوله الافريقيه او في بطوله الدوري العام، بالتحديد كمان مباراه بيراميدز لها حسابات خاصه فنيا، فرقه على اعلى مستوى طبعا، وايضا النادي الاهلي بيدرس بشكل كبير جدا كل الامور الفنيه عن طريق اكيد مستر ريني فايلر المدير الفني اللي على طول بشكل مستمر بيكون في محاضرات فيديو بيكون في مقاطع فيديو. النهارده التدريب الاخير تدريب مغلق تماما زميلي امير، يعني نقدر نقول قبل انطلاق المران باكثر من نص ساعه او 25 دقيقه تم غلق طبعا انزال السير الخاصه به ملعب بختار التتش لغلق التدريبات الخاصه به مباراه التدريبات الاخيره الخاصه به مباراه الغد ان شاء الله. لكن قبل ما يكون قبل طبعا ما يتم اغلاق التدريب يمكن شفنا طبعا مستر ريني فايلر سمع ببعض اللاعبين التحفيز طبعا والتعليمات الخاصه لكل اللاعبين، هي دي كانت سمه المحاضره. بنسمع بعض الكلمات من عن طريق طبعا الدكتور عمرو محب، يمكن سمعنا طبعا جمله مهمه جدا، لابد ان احنا ان شاء الله باذن الله نحافظ على الاداء المميز ونحافظ ايضا كمان على الانتصارات. النادي الاهلي مستمر بشكل كبير وباداء ونتائج مميزه في بطوله الدوري العام، الفرق ان شاء الله يبعد وما نبصش للخلف، احنا بنبص لفريقنا فقط لا غير. يمكن ده اللي كان ابرز التصريحات اللي طلعت طبعا من الجهاز الفني بقياده مستر ريني فايلر. بجانب كل الامور دي عايز اطمنك على اثنين يا امير، يعني ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين غدا. نمره واحد طبعا احمد فتحي كويس بنطمن عليه من خلال طبيب النادي الاهلي خالد محمود، وكان واضح النهارده كمان ان احمد فتحي هيكون ان شاء الله ليه دور في مباراه الغد. مش عارفين طبعا نتكلم على الكواليس طبعا امير الخاص بالتشكيل، لان انت عارف خلف المران ده طبعا بنحافظ على السريه وكده، لكن انا بطمن بشكل كبير على احمد فتحي تحديدا انه يكون متواجد ان شاء الله في التشكيله الاساسيه غدا. جونيور اجاييه ايضا كمان يعني تعافى تماما من نزله البرد اللي يمكن يعني اثرت عليه خلال ال 48 ساعه الماضيتين، لكن الحمد لله ايضا طمنا عليه النهارده. بجانب ياسر ابراهيم طبعا يعني هي باينه الاصابه باينه على دماغه، لكن ياسر من اللعيبه الرجاله جدا بربط كده يشارك عادي يعني يا كريم. بيشارك يا امير يعني نقدر نقول مفيش اي حاجه تعوقه، هو طبعا اي بس التحامات خاصه بالراس بيكون فيها حرص شويه من ياسر ابراهيم، لكن اللعيبه الرجاله واللي اثبت نفسه بشكل كبير جدا طبعًا جدا خلال الايام الماضيه، وده اللي اكد عليه بصراحه الكابتن سيد عبد الحفيظ الشخصيه ياسر قبل ادائه، وده يمكن الالهام ان ياسر اللعيبه اللي ما بتتكلمش عنده اصرار كبير. الكل يا امير الحمد لله يعني كل اللعيبه نقدر نقول ماشيه على نفس على هذا النهج، الكل ما بيبصش مين اللي يلعب او مين اللي يكون متواجد، على قد ما الكل بينظر ان شاء الله يكون تحقيق الفوز هو الهدف. التدريب شغال يا امير في هذه اللحظات، يعني نقدر نقول في الجزء الاخير من التدريب الخاص بالجمل التكتيكيه الكروسات الفاولات اللي من خارج ال 18 ان شاء الله باذن الله عقب انتهاء المران كالعاده يتوجه للنادي الاهلي في حفله خاصه بيه باحد الفنادق القريبه ان شاء الله باذن الله من الاستاد. طبعا باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، انت عارف المباراه هتكون في الدفاع الجوي نظرا لمباراه بيراميدز، فان شاء الله يا امير باذن الله نكون موفقين ويستمر النادي الاهلي في سلسله الانتصارات واسعاد كل جمهور النادي الاهلي باذن الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، واللي لنا كل الاخبار اللي بتتعلق
بالفريق قبل مباراة مهمة جدا، مباراة الغد بإذن الله تعالى. ويعني كتير بيتوقع وبيتكهن بالتشكيل، يعني احنا مثلا ممكن نكون نتوقع مثلا أليو باجي يبتدي، لكن في الآخر هنشوف مستر فايلر هيستقر على مين في النهاية. رؤيته الفنية دايما بنتفاجئ بيها قبل كل مباراة، والأهم ان هو دايما بيكون موفق. ان شاء الله التوفيق يكون حليفه دايما بإذن الله، لأن ده الأهم. بنتمنى النتائج، مش مهم إطلاقا مين يبتدي ومين ما يبتديش، ودي جزئية مهمة بخصوص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. اتكلمنا عن كريم، وكلمنا عن مباراة بيراميدز والمداخلة الخاصة بالمران. خلينا نتكلم مع حضراتكم ان امبارح كان في عدد من المواجهات في بطولة الدوري، كان في الجونة ووادي دجلة. خلصت المباراة فوز الجونة 1-0، مباراة او هدف في الدقائق الأخيرة، ومباراة أخرى كانت في تمام الساعة 7:30 ما بين طلائع الجيش ونادي اف سي مصر، وانتهت بفوز طلائع الجيش 4-0، نتيجة كبيرة جدا. وطلائع الجيش مع الكابتن عبد الحميد بسيوني عاملين بصراحة مباريات مميزة. النهاردة في مباراة مهمة في الدوري المصري ما بين الزمالك وحرس الحدود، مباراة قوية جدا هتكون في تمام الساعة 7:30 مساء. كمان النهارده في مباراه مهمه في كاس الاتحاد الانجليزي ما بين توتنهام وساوثامبتون، المباراه دي اكيد هتكون من ضمن المباريات المهمه والمثيره في هذه البطوله، بطوله كاس الاتحاد الانجليزي. طيب دي بعض الامور مع بدايه الحلقه. خليني اقول لحضراتكم كمان النهارده عيد ميلاد اسطوره كبيره جدا جدا في تاريخ كره القدم العالميه، احد افضل اللاعبين في تاريخ الكوره، كريستيانو رونالدو. النهارده بيتم عامه 35، يعني للاسف خلاص المشوار قرب يخلص بالنسبه لرونالدو، والمتعه بالنسبه لنا هتقل بعد اعتزال له قيمه كبيره جدا زي كريستيانو رونالدو. يعني نتمنى انه يقعد اطول فتره ممكنه في الملاعب سواء هو او ميسي. يعني احنا جيل محظوظ ان احنا تابعنا الاثنين دول في الحقيقه، وعاصرنا الاثنين دول في الحقيقه، فبالتالي هو النهارده بيتم عامه 35. لكن الاهم بالنسبه لي كم الالقاب والبطولات اللي فاز بيها كريستيانو رونالدو مع مختلف الفرق اللي لعب فيها، مع كمان منتخب بلاده منتخب البرتغال. فخلينا كده ايه نتكلم فيهم مع حضراتكم. وبدايه رونالدو ابتدت مع سبورتنج لشبونه، حقق ايه لقب السوبر البرتغالي، لقب وحيد، كان لسه لعيب صغير، وبعد كده راح ايه مانشستر يونايتد. الناس كانت بتقول ايه في لعيب كويس كده اسمه كريستيانو رونالدو ده هيعوض ديفيد بيكهام، في هذا التوقيت حتى ارتدى القميص رقم 7 بعد رحيل ديفيد بيكهام لريال مدريد. في هذا التوقيت راح مانشستر يونايتد، عمل ايه مع مانشستر يونايتد؟ جاب معاهم دوري ابطال اوروبا مره، وجاب الدوري الانجليزي 3 مرات، كاس الاتحاد مره، كاس الرابطه الانجليزيه مرتين، والدرع الخيريه مرتين. بعد كده انتقل ايه لريال مدريد، فاز مع ريال مدريد 4 مرات بالتشامبيونز ليج، عدد كبير جدا، و4 مرات كاس عالم انديه طبيعي، والسوبر الاوروبي 3 مرات، والدوري الاسباني مرتين، وكاس ملك اسبانيا مرتين، وكاس السوبر الاسباني مرتين. تمام. بعد كده راح ايه راح ليوفنتوس من السنه اللي فاتت، والسنه دي ده الموسم الثاني ليه مع يوفنتوس. السنه اللي فاتت جاب الدوري والسوبر الايطالي، السنه دي ماشيين في منافسه قويه مع انتر ميلان بخصوص بطوله الدوري، هنشوف هيقدر يجيب ويحقق ايه. بعد كده بخصوص المنتخب البرتغالي، عمل ايه رونالدو مع المنتخب البرتغالي؟ حقق انجاز تاريخي تاريخي، فاز بلقب كاس الامم الاوروبيه يورو 2016 مع البرتغال في فرنسا، كانت حاجه، والنهائي كان مع منتخب الفرنسي على ارضه وعلى ملعبه ووسط جماهيره، وكان رونالدو اتصف اول المباراه، لكن قدروا في النهايه ان هم يفوزوا ببطوله الامم الاوروبيه، وكمان فاز بلقب دوري الامم الاوروبيه عام 2019. والفرق ما بين رونالدو وميسي هو موضوع المنتخبات، ده ميسي ما حققش حاجه مع المنتخب الارجنتيني، لكن رونالدو حقق مع المنتخب البرتغالي، رغم ان المنتخب البرتغالي مش المنتخبات الكبيره في اوروبا، فهي حاجه تحسب لاسطوره كبيره جدا زي كريستيانو رونالدو. فيما يتعلق بقى بالالقاب الفرديه الخاصه بيه، يعني رونالدو جاب في مسيرته الكرويه كلها، تخيل حضرتك الرقم، احنا عندنا هنا في مصر لما لعيب بيجيب 100 جون بنقول دخل النادي ال100، وحاجه كبيره قوي. الراجل ده عدى 700 هدف في مسيرته الكرويه بشكل عام، سواء مع الانديه او مع المنتخبات يعني. فقدر ان هو مع مستوى الانديه ان هو ايه يسجل 623 هدف مع الانديه، ومع المنتخب البرتغالي 99 هدف، وخلاص على وشك اي مباراه جايه هيجيب الهدف ال100، موضوع بسيط يعني، ربنا يحميه بس من الاصابات الاول. فاز بجائزه افضل لاعب في العالم في 5 مرات، 2008 و2013 و14 و16 و17، وافضل لاعب في اوروبا 4 مرات، 2008 و2014 و2016 و2017، وفاز بجائزه الحذاء الذهبي لافضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى 4 مرات، 2008 2011 14 15 يعني ارقام غريبه جدا، يعني مش اي حد يقدر يحققها، واسطوره من الاساطير. طبعا في ناس بتحب رونالدو، في ناس بتحب ميسي، لكن في نفس الوقت هو اسطوره حيه بنتمتع بيها في الملاعب، وكل سنه وهو طيب اكيد،
ونتمنى له عمر طويل في الملاعب باذن الله كريستيانو رونالدو. طيب دي كانت بعض الامور الهامه مع بدايه حلقه اليوم. خلينا نشوف اللي اتكتب على النادي الاهلي في الصحف النهارده. يلا بينا. الاخبار: الخطيب يحتوي ازمه الكبار في الاهلي. الاهرام: غياب رمضان صبحي عن موقعة بيراميدز وعودة نيدفيد إلى ألمانيا للعلاج. الأخبار المسائي: المجازفة مرفوضة، صبحي وفتحي خارج حسابات الأهلي أمام بيراميدز والفريق في معسكر مغلق اليوم. الجمهورية: لجنة التخطيط تناقش موقف إكرامي، صبحي يغيب عن الأهلي أمام بيراميدز. المساء: الاهلي يستعد لفك عقده بيراميدز، اللاعبون تعاهدوا مع بايلر على تحقيق الفوز ال13. المصري اليوم: الاختبار الطبي يحسم مصير فتحي، تحفيز اللاعبين بالمكافئات وتدريبات علاجيه لياسر. اليوم السابع: الاهلي يعلن التاهب لحمايه كهربا بعد فشل شكوى كريستيان جروس. بدء مفاوضات تمديد عقد احمد الشيخ بعد موافقه لجنه التخطيط والجاهزيه تمنع مشاركه رمضان صبحي امام بيراميدز استعدادا للسوبر المحلي. الوطن: عاشور يطلب تحديد مصيره في الاهلي وضغوط على اكرامي للبقاء، الطبيب يجهز اجاييه بعلاج البرد، تقلص فرص لحق فتحي بموقعه بيراميدز، نيدفيد يطير الى المانيا والفريق يختتم تدريباته. واخيرا الدستور: الاهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للقاء بيراميدز، بايلر يهدد معلول بالدكه لصالح ايمن اشرف، وتحذير طبي من تجدد اصابه رمضان صبحي. طيب نبتدي بجريدة الأخبار واللي بتتكلم في جزئية مهمة جدا في الحقيقة، وإن الكابتن محمود الخطيب يحتوي أزمة الكبار في الأهلي. يعني هم بيستنتجوا الجزئية دي من ناحية إيه؟ من ناحية إن كان في مثلا جلسة بين مستر فايلر كابتن سعد عبد الحفيظ مع مشرف العام على الكرة ورئيس النادي كابتن محمود الخطيب، وأكيد الجلسة دي هيبقى فيها عدد كبير من الملفات اللي بتخص الفريق الأول لكرة القدم لإنهاء بعض الأمور الهامة اللي بتخص الفريق. لكن هم بيحاولوا يصوروها إن في أزمة كبار في النادي الأهلي. هما بيتطرقوا لجزئية التجديد وعدم التجديد بخصوص الرباعي تحديدا. يعني يا جماعة الموضوع أبسط من البساطة، مفيش مشكلة خالص، الدنيا ماشية بتنسيق كامل وبشكل جيد في انتظار التوقيت المناسب لحسم الملف والإعلان عنه وعن النتائج الخاصة بهذا الملف. بس الموضوع بسيط جدا، يعني مفيش أزمات ولا حاجة، بيبقى اجتماعات طبيعية جدا. انت دلوقتي خلاص عديت مرحلة انتهت بنهاية مباراة الهلال، حققت أهدافك كلها محليا وأفريقيا، بتركز في اللي جاي، الطلبات الخاصة بالفريق الفترة الجاية، هنعمل ايه، نقعد مع بعض 1 2 3، خلص 1 2 3، يلا خش على اللي بعده، نركز في الأمور واحدة واحدة والدنيا بسيطة. يعني مش موضوع أزمات خالص، يعني بنحاول نضخم الأمور وده مش حقيقي ومش منطقي. نروح للأهرام، والأهرام بتتكلم في جزئية أخرى وبتقول ايه؟ بتقول غياب رمضان صبحي عن موقعة بيراميدز، وده معروف خلاص، واتكلمنا في قصة رمضان صبحي، وعودة نيدفيد إلى ألمانيا للعلاج. ونيدفيد فعلا سافر ألمانيا، وقلنا لحضراتكم الجزئية دي امبارح، وهيتم عرض حالته على الطبيب الألماني، وبعد كده يتم تحديد برامج خاصة باللاعب في إطار عودته بإذن الله سريعا للملاعب. وحشنا بصراحة، وحشنا قوي كريم نيدفيد، ولاعيب مهم ومفتقدينه خلال الفترة اللي فاتت كلها. الأخبار المسائي واللي بتقول ايه؟ بتقول المجازفة مرفوضة، وده عنوان موفق قوي بصراحة. ليه بقى؟ بيقول لك صبحي وفتحي خارج حسابات الأهلي أمام بيراميدز، فتحي موجود في الحسابات وربما يكون متواجد في القائمة لما تخرج بعد قليل، لكن بالنسبة لرمضان صبحي هو فعلا فعلا موضوع متعلق بعدم المجازفة. أنا أجازف ليه؟ وخصوصا إن أنا عندي عدد كبير من المباريات المهمة على مدار الشهر بالكامل، ومحتاج فيها اللعيب بالقيمة الفنية بتاعت رمضان صبحي، فواحدة واحدة كده عشان الأمور ما ترجعش تاني والإصابة ما ترجعش تاني، وأتعطل أنا وأعطل اللاعب نفسه. ففعلا الموضوع متعلق بالمجازفة، الفريق في معسكر مغلق اليوم، وده أمر طبيعي قبل كل مباراة. نروح للجمهورية واللي بتتكلم على شريف إكرامي، وهيبقى يعني دايما في على مدار الأيام الجاية كلها يعني كلام وعناوين على شريف إكرامي. يعني لجنة التخطيط تناقش موقف إكرامي،
ويعني هنشوف الجديد ممكن ايه اللي يحصل خلال الفتره اللي جايه دون الخوض في التفاصيل. طبعا صبحي يغيب عن الاهلي امام بيراميدز، ده امر خلاص عرفناه واتكلمنا فيه. تمام، تعالوا نروح لخبر اخر من المصري اليوم. والمصري اليوم يعني الواضح انهم ما كانش عندهم العلم، سواء المصري اليوم او اكتر من عنوان النهارده في كذا جريده، يعني بيتكلموا على عدم جاهزيه احمد فتحي، لكن خلاص احمد فتحي جاهز وشارك في تدريبات امبارح وبيشارك في التدريبات النهارده بشكل طبيعي جدا. وكريم كمان مراسلنا العزيز قال لنا ان هو قد يكون متواجد في التشكيله الاساسيه لمباراه بيراميدز. تحفيز اللاعبين بالمكافئات، ودايما الناس تتكلم في موضوع المكافئات ده وتفكير النادي الاهلي ان يبقى فيه مكافئات وكلام من ده. يا جماعه دي امور طبيعيه وكله بيبقى طبقا للائحه، في حاجات بتبقى زياده شويه ما فيهاش اي مشكله يعني، لكن الاهم بالنسبه لنا احنا كجماهير او بالنسبه للمتابعين او محبين للنادي الاهلي النتائج في الاخر، مكافاه مش مكافاه ده يعني حاجه ما تفرقش احنا معانا قوي يعني. تدريبات علاجيه لياسر، ياسر جاهز برده وطمنا من خلال المداخله الخاصه بتدريبات اليوم. طيب تعالوا نروح لليوم السابع، واليوم السابع بيتكلموا في جزئيه مهمه وبيقول لك ايه؟ بيقول لك الاهلي يعلن التاهب لحمايه كهربا بعد فشل شكوى كريستيان جروس. هما بيتكلموا هنا عن ايه؟ بيتكلموا على ان نادي الزمالك المشكله خاصه باللاعب مع نادي الزمالك والنادي الاهلي ملوش علاقه بها اطلاقا، وان كان في شكوى من كريستيان جروس للفيفا عشان ياخد حقوق نادي الزمالك، فالشكوى بتاعت كريستيان جروس يعني اترفضت وقالوا ان هو ما عندوش حق يعني. دي امور برضه انا ما عنديش معلومات كافيه فيها عشان اتكلم بخصوصها يعني، لكن فيما يتعلق بكهربا وموقف كهربا دايما الاهلي بيبقى مستف ورقه بشكل جيد جدا وما فيش داعي للقلق بخصوص موضوع كهربا. واللاعب موجود وبيخوض مبارياته مع النادي الاهلي بشكل طبيعي وعنصر مهم وغايه في الاهميه بالنسبه للفريق يعني. بدء مفاوضات تمديد عقد احمد الشيخ وعقده يخلص مع نهايه الموسم الجديد، مش الموسم ده، مع نهايه الموسم الجديد. لكن خليني اوضح لحضراتكم جزئيه مهمه قوي، ان احمد الشيخ في قناعه كبيره جدا من مستر فايلر بامكانياته. الراجل شايف ان هو لعيب مميز جدا بيجيد الواجبات الهجوميه والدفاعيه بخصوص مركزه وعنده مهارات مميزه من وجهه نظر طبعا مستر ريني فايلر. وفي الحقيقه هو الفتره الاخيره احمد الشيخ بيدخل بشكل تدريجي مميز في المباريات وشارك في عدد كبير من المباريات بشكل اساسي وتالق وظهر امكانياته في بعض هذه المباريات. نتمنى ان شاء الله ان هو يكون موفق على مدار الفتره الجايه. الجاهزيه تمنع مشاركه صبحي اتكلمنا فيها استعدادا للسوبر المحلي، اعتقد قبل السوبر المحلي بكتير يعني، رمضان هيكون متواجد في تدريبات النادي الاهلي والمباريات. نروح للوطن، والوطن بتتكلم على ايه؟ بتقول عاشور يطلب تحديد مصيره في الاهلي وضغوط على اكرامي للبقاء. طيب برضو نتفهم بعض الامور يعني، موضوع عاشور ان هو يطلب تحديد مصيره في الاهلي، مش عايز اتكلم على اسم لعيب واحد، لكن اي لعيب طبيعي جدا ممكن يكون عقده قرب يخلص هيسال يا جماعه الامور ماشيه ازاي وبتاع، لكن الملف انا شرحته لحضراتكم الامور طبيعيه مفيش اي مشاكل خالص. ضغوط على اكرامي للبقاء، احنا عارفين ان اكرامي كان اتكلم على تويتر والقصه اللي حصلت من يومين ثلاثه، مفيش كلام بخصوص الموضوع ده دلوقتي حاليا في النادي، والكل مركز على مباراه بيراميدز. لو في اي جديد اكيد هنقوله لحضراتكم. جاهزيه اجاي خلاص، تقلص فرص لحق فتحي موجود، فتحي نيدفيد يطير الى المانيا، اتكلمنا في الموضوع ده خلاص كله. طيب الدستور، تعال لي بقى في الدستور، بيقول لك الاهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للقاء بيراميدز. تمام، فايلر يهدد معلول، بص بقى معايا، فايلر يهدد معلول بالدكه لصالح ايمن اشرف. ليه؟ ايه اللي حصل يعني؟ ايه المشكله فين؟ في ماله معلول؟ قال لك ايه بقى في الخبر؟ قال لك اصل معلول لعب، خد بالك بقى ركز معايا، معلول لعب مباراه بلاتينيوم كان سيء جدا في الجانب الدفاعي الخاص بيه في هذه المباراه. ماشي متفق معاك، طب بعد مباراه بلاتينيوم الاهلي لعب مين؟ هو لعب الهلال على طول ولا لعب النجم الاول؟ لعب النجم الاول. طب ما لما لعب النجم الاول النجم الساحلي علي معلول كان موجود ولا مش موجود؟ كان موجود، ساهم في هدف النادي الاهلي ولا ما ساهمش؟ ساهم، حتى ده في لقطه يعني في المباراه دي، طبعا احنا ما عندناش الحقوق ننزعها، اللاعب لما ساهم في الهدف وعمل العرضيه لاحمد الشيخ قال شيت من احمد فشط حسين رجعت لاجي حط الجون، فعلي معلول في لقطه كده وهو راجع عند الدكه ففايلر طبطب على اللاعب يعني بيقول له جود جوب، فحتى واضحه يعني عمل جيد. ففين فين ازمه علي معلول؟ هو عشان ايمن اشرف لعب مباراه الهلال طبقا لرؤيه فنيه وطبقا لقدرات الفريق المنافس، فانت عايز تدافع قدام اطهر الطاهر كده، يبقى علي معلول خرج من الحسابات؟ ليه دايما البعض بيحاول يختلق الازمات؟ لا، وبيقول لك ايه كمان في الخبر؟ هاتوا لي يا جماعه الخبر تاني بعد اذنكم. بيقول لك اصل هو كمان قال له ايه؟ حذره، قال له خد بالك، خلي بالك يا معلول لو فضلت المستوى السيء ده وتراجع المستوى هلاعب ايمن اشرف عليك. هل ده منطقي يا جماعه؟
بيقول لك محذرا اياه باشراك ايمن اشرف على حسابه. يا جماعه يعني حاجات ساعات بتفرس كده حاجات ساعة. لكن الامور ماشيه طبيعي جدا بالنسبه لعلي معلول، وعلي معلول من العناصر المميزه جدا والاهلي بيعتمد عليه اعتماد اساسي ومهم، لكن كل مباراه بيبقى ليها رؤيه فنيه والمدير الفني حقه في كل الامور حضراتكم عارفينها يعني طبعا يعني. تحذير طبي من تجدد اصابه رمضان صبحي، وده اللي احنا اتكلمنا فيه خلاص وحسمناه بشكل كامل. ماشي خلينا نروح لاخبار الاهلي في المواقع. يلا اليوم السابع، انتهاء أزمة فايلر وعاشور في الأهلي بالصلح. البوابة سبورت، الخطيب يرهن استمرار فايلر بحصد اللقب الأفريقي. الشروق، محاولات لتجهيز رمضان صبحي لمباراة السوبر. اليوم السابع بيتكلموا على انتهاء أزمة فايلر وعاشور في الأهلي بالصلح. هل حد سمع عن موضوع الأزمة دي؟ ما أعتقدش يعني، ما فيش أي أزمة حصلت يعني عشان يبقى في صلح. وزي ما قلت لحضراتكم امبارح في خبر من الأخبار إن اللاعب لاعب والمدرب مدرب والمسؤول مسؤول والإداري إداري وكلام من ده، وكل واحد في النادي الأهلي داخل المنظومة عارف دوره بشكل واضح وصريح ومش محتاج مناقشة، واللي بيخرج عن دوره أو بيخرج عن قيم النادي الأهلي أو الأسس الخاصة بالفريق بيبقى فيه عقاب يعني. لو كان في أزمة أو في مشكلة زي ما هم مصورينها في الخبر، وأنا مش عايز أقول لحضراتكم مكاتبين إيه في الخبر، لكن لو كان في مشكلة ما كانتش هتعدي كده يعني. الأهلي ما بيعديش حاجة كده، وشفنا أمثلة كتير على مدار الفترة اللي فاتت. وإحنا مش بنقول يعني الأهلي مثالي وكلام من ده، لا إحنا بنحاول بس نوضح لحضراتكم الأمور بشكل طبيعي. هل الأهلي خالي من المشاكل؟ اي نادي في الدنيا بيبقى فيه مشاكل، ده طبيعي، لكن الحنكه بتبقى فين؟ في كيفيه التعامل مع هذه الازمات او المشاكل. مفيش ازمات خلال الفتره الحاليه خالص اطلاقا، وكل لاعب في النادي الاهلي ماشي بشكل جيد وعارف دوره بالشكل المطلوب والدنيا كويسه. مش عايزين نشتت اذهان اللاعبين ببعض الاخبار اللي ممكن في بعض الاحيان ما تبقاش صحيحه فتاثر على الفريق في مشوار الافريقي والمحلي، وان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين في المشوارين يعني. وده بخصوص اليوم السابع. البوابة سبورت، الخطيب يرهن استمرار فايلر بحصد اللقب الافريقي. هنا بقى ايه، احنا ممكن بنحط ضغوط على الفرقه. الموضوع مش متعلق بالجزئيه دي تحديدا، هل هدف اساسي؟ طبعا فوز النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا احد الاهداف الاساسيه، طبعا احد الاهداف الاساسيه بالنسبه للكابتن محمود الخطيب، مجلس الاداره، كل المسؤولين في النادي، الجهاز الفني، للاعبين، للجمهور، هدف اساسي هتسعى ليه، هتشتغل عليه، هتجتهد عليه وفيه. لكن في نفس الوقت ممكن التوفيق ما يبقاش حليفك، ممكن، لكن هتحاول وتحارب على البطوله، والاهلي بيحارب على البطوله لحد دلوقتي. فان شاء الله نتمنى ان يكون الاهلي موفق ومستر فايلر يكون موفق، لكن مش عايزين نحط ضغوط من خلال هذه الاخبار على المدير الفني او على النادي الاهلي، او لما مثلا بعض اللاعبين يقروا الاخبار دي فيقول لك اصل مصير المدير الفني مرهون ببطوله دوري ابطال افريقيا. الكلام مش بيبقاش كده في النادي الاهلي، ده بيبقى فيه تقييم على مدار موسم كامل، ايه الايجابيات ايه السلبيات، وبعد كده اخد قراراتي، وده امر معروف في النادي الاهلي. عايزين فاصل؟ طب يلا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل حلقتنا من كلام في الميديا، استنونا. طيب امبارح كان في مباراه مهمه جدا في الدوري المصري ما بين طلائع الجيش ونادي اف سي مصر، انتهت بفوز طلائع الجيش بنتيجه كبيره جدا 4-0. المباراه دي شهدت تالق لاعب من اللاعبين المميزين في الحقيقه اللي وحشنا بشكل كبير جدا ووحشين جمهور النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وهو اللاعب عمرو جمال، لاعب النادي الاهلي المعار لطلائع الجيش، وهو معانا على الهاتف في هذه اللحظات. يا عمرو مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا امير، بمس عليك وبمس على كل مشاهدين جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا عمرو، منورنا، والدنيا فتحت شويه ولا ايه؟ يعني بدايه ان شاء الله تكون بدايه كويسه باذن الله اللي جاي ان شاء الله. الفتره الاخيره يعني انا عارف انت يعني نفسيا ما كنتش جاهز قوي للمباريات، عندك كان في مشاكل كتير جدا، لكن بالتحديد اخر ماتشين بهدفين بشكل ممتاز، فبالتالي بتفكر في المرحله دي ازاي بالنسبه لك؟ والله انت عارف انت مش غريب يا امير، بس انا حابب اوضح لنفسي ان انا كان فعلا انا ما بحبش ابرر لنفسي، مثلا كويس احط اعذر لنفسي.
لكن فعلا الفتره فاتت كانت فتره صعبه جدا بالنسبه لي، كان في امور صعبه جدا. فانا اتكلمت ان انا كان حصل لي حاجات كتير ما كانتش بايدي يعني، خصوصا كانت في الفتره الاخيره كانت ممكن حاجات نفسيه كانت مأثره على عضلاتي بالذات يعني. لكن الحمد لله دي الامور بدات الحمد لله. انا محتاج استقرار اكتر، محتاج ان انا اشتغل في جو في استقرار اكتر. كده كده الضغوط النفسيه والعصب يعني انا واخد عليها ومتعود عليها. لكن كل اللي انا محتاجه ان انا ابقى الاستقرار في الحته ان انا مستقر وبلعب وبشارك، هيبقى في شكل مختلف والناس بتتفرج على حاجه مختلفه. ومبروك طبعا على المباراه امبارح، ومبروك على الهدف تحديدا، لان الهدف بتاع امبارح بالذات يا عمرو يعني بيفكرني باهداف عمرو جمال كده زمان مع النادي الاهلي والراسيات المميزه. لكن اللي عايز اسالك تحديدا عليه وهي ضربه الجزاء اللي ضاعت قبل حتى الهدف الاول بالنسبه لكم، وانت اللي شوت ضربه الجزاء، فكرت فيها ازاي؟ وهل اثرت عليك في بقيه المباراه ولا تعاملت معاها ازاي يعني؟ لا والله انا حتى فتره اخيره من الناس اللي مصنفه في الفرقه في ضربات الجزاء، بشوط في التمرين كتير جدا ضربات جزاء وبتعامل معاها بطريقه وبشكل مميز. وامبارح جبت ضربه الجزاء، انا كان نفسي ان انا اعرف اكمل الكوره لان انا كان شكل الكوره حلو. الحمد لله جبت الكوره ضربه جزاء، وانا اللي كنت المصنف حتى ما كانش بي يعني كان رقم اللي كان معايا بيشوط رو او رو او طلع مصاب، فاهم؟ فطبعا انا يعني انا حطيت وحاطط في دماغي ان انا احط في زاويه معينه بقوه معينه. فالجون كان موفق فيها وشالها بطريقه مميزه، لكن يعني ما خدتش مني كتير في الماتش، وكنت عارف ان انا اعوضها. والحمد لله ربنا كرمني ان انا قدرت ان انا بعد الفرقه ان احنا نعمل مكسب ومكسب بشكل مميز، والثلاث نقط كانوا مهمين قوي لينا يعني بالنسبه لنا. شفنا الفرحة الكبيرة بعد إحراز الهدف ليك يا عمرو، أسباب الفرحة الكبيرة إيه بالتحديد؟ شايفها إزاي يعني؟ والله إحنا الفترة اللي فاتت دي إحنا كلنا كلعيبة يعني الوضع مختلف، عندنا عناصر كتير جيدة في الفرقة. يعني الفرقة عندها تيم، أعتقد إن إحنا عندنا تشكيلتين والناس اللي بره كمان بالظبط مميزة جدا. اتفاجئت جدا يعني بعدم التوفيق اللي إحنا كنا بنمر فيه، وخد معانا فترة كبيرة قوي، واتحطينا في موقف صعب جدا وغريب جدا ما كانش يليق في الأسامي واللعيبة اللي موجودة. لكن كرة القدم ما تعرفش الأسامي كرة القدم بتعرف إن أنت لو ليك اسم تنزل تحافظ عليه في الملعب. ولو الراجل اللي قدامك بيعمل مجهود 100% أنت ليك اسم، فلازم تعمل مجهود 200% طبعا عشان تبين إن أنت أقدر وأكفأ. فده اللي إحنا جهزنا نفسنا عليه واشتغلنا عليه كلعيبة وكابتن عبد الرحمن التسويني بالذات، لأن يعني طبعا ما ينفعش إن أنا ما أقولش دور الكابتن عبد الرحمن التسويني. ده كنت هتكلم معاك فيه طبعا في الموضوع ده، واتكلم معانا كافراد وكمجموعه. ومجلس الاداره برضو كان في دعم كبير قوي من دكتور جهاز ومن العميد احمد المهدي في الكوره، من الناس كلها بصراحه. فكتفنا ان احنا الفتره دي نعدي، نبقى ايد واحده نعدي منها وعشان نعرف نبين الكوره بتاعتنا كافراد بعد كده يعني. عايز اتكلم بالتحديد معاك على الدور اللي انت اتكلمت فيه بخصوص دور كابتن عبد الحميد بسيوني مدير فني جديد لطلائع الجيش، والفرق ما بينه، او مش عايز اقول ما بينه وما بين المدير الفني السابق، لكن واضح ان انت فايق شويه يا عمرو. هل تعامل نفسي فرق معاك بخصوص عودتك للتهديف وتالقك؟ لان انت بخلاف الاهداف كمان انت عامل مباراتين بالتحديد قدام المقصه وطلائع الجيش بشكل ممتاز. يعني انت امير انا فعلا بغض النظر على الاهداف ربنا، انا حاسس بنفسي في الملعب بشكل مختلف. انا اتحررت شويه من الاسلام ومن الضغوط، هو عارف يطلعني كده، خصوصا ان هو كان فرود من الفروات الكبيره في تاريخ مصر عبد الحميد بسيوني. يعني كابتن مش انا اللي هتكلم عليه او في ان انا كفرود، فالفرود هو حاسس بالفرود وحاسس بيعرف يطلع امكانيات الفرود اللي قدامه ازاي، يتكلم معايا بطريقه مميزه جدا. انا اتقبلتها بطريقه يعني كانت قريبه مني جدا. ف من خلال الفرقه ومن خلاله قدرت ان انا على الاقل نفسيا اتحرر من الضغوط. يعني انا امبارح من الماتشات ان احنا مضغوطين وفي موقف صعب، لكن انا كنت بلعب كورتي، فاهم؟ فان انا ما اكونش متنرفز او متنشن زي الاول دي حاجه تحسب له، وتحسب ان كمان اللعيبه كانت كلها رجاله. يعني انا ناصر منسي امبارح واللعيبه كلها، يعني ناصر امبارح حط الجون فريحنا نفسيا شويه، فابتدينا
الكره بتاعتنا بدات تبان، وده اللي المفروض يحصل الفتره الجايه. فانا بصراحه بوجه له شكر جدا، بتمنى ان الناس كلها تقدم له الدعم الفتره الجايه، وان التوفيق يكون ملازمه الفتره الجايه عشان نعمل فتره مميزه معاه باذن الله. رغم جاهزيتك في بعض فترات تولي الكابتن طارق يحيى للقياده الفنيه لفريق طلائع الجيش، لكن انت ما كنتش بتشارك، الاسباب كانت لا ايه؟ لا ما ظهرتش كتير مع الكابتن. ليه بقى؟ يعني كابتن مسكنا 11 اسبوع، اعتقد انا لعبت معاه 5 اسابيع، وخمس اسابيع في منهم 3 اسابيع ما كنتش جاهز طبيا 100% او فنيا 100%. الظروف كانت بتحكم عليه، لكن ما كناش موفقين في الفتره بتاعت الكابتن طارق يحيى. اشتغلنا واجتهدنا، لكن التوفيق ما كانش ملازمنا في الفتره الاخيره. فده ما ينقص يعني ما ينقصش من دور الراجل كابتن او اللي هو عمله مع الفرقه، لكن هي بتبقى كده. انت ممكن الفرقه بتفوق او الفرقه تخدمك او الظروف تخدمك، لكن الظروف ما خدمتناش، وكان في سوء توفيق وعدم توفيق غير مبرر الفتره اللي فاتت لينا. يعني من الماتشات مثلا بيراميدز، احنا كنا متعادلين مع بيراميدز، كنا كسبانين بيراميدز في الدقيقه 96، بنتعادل في الدقيقه 96 وثانيه، فاهم؟ بالظبط. بنخسر 3 بونت، الانتاج مضروط منه 1 وبنضيع ضربه جزاء ونتعادل 6-6. ماتشات بنات كتيره ضاعت بطريقه غير مبرره. المصري كنا المصري جاب جون واحنا طول الماتش في الست اهداف عند المصري، بنضيع فرص بشكل غريب. لكن هي لما تجيلك الفرصه والدنيا تمشي معاك والتوفيق لازمك، لازم تدوس وتعرف ايه اسباب التوفيق وتحافظ عليها. طيب مركز طلائع الجيش دلوقتي في الدوري يا عمرو مركز ال 13، هل شايف ان ده مركز يليق بالامكانيات الموجوده في الملاعبين؟ لا، احنا الخبرات اللي في الفرقه امير اتكلم ان احنا ده مركز ما يليقش يبقى ثاني لعيبه موجوده. انت النهارده كنت بتلاعب 11 لعيب، في 11 لعيب زيهم بره بالظبط ما يدوش الامكانيات، وفي ناس بره السكور. انت متخيل ان بره السكور عندنا اسامي جديده؟ عندنا كابوريا وداوده وابو بكر زياره، وعندنا احمد تامر مصاب واحمد علاء ربنا يشفيه، وعلى الدكه في كريم طارق وفي تالا وفي يعني وكريم ممدوح. لا عندنا اسامي كتير تقيله في الفرقه، فما ينفعش. لكن لازم الخطوه الجايه هي اصلاح للي احنا عملناه الفتره اللي فاتت. يعني في 3-4 ماتشات اللي جايين دول اصلاح للي احنا عملناه للفتره اللي فاتت. بعد كده نفكر ان احنا لازم نفنش او نبقى في مكان معين، انت فاهم؟ بالظبط. لكن هتتبع الاحداث وتحط نفسك في مكانه انت لسه ما زرعتلهاش حاجه او ما عملتلهاش حاجه، برضه الامور مش هتمشي معاك زي ما انت عايز. طيب. لكن احنا قلنا ان احنا نفنش في وسط الناس. والدور الثاني هيبقى لينا شكل ثاني ولينا فكره ثانيه. اهداف عمرو جمال على المستوى الفردي، اهدافك ايه خلال الفتره اللي جايه المرحله اللي جايه مثلا؟ يعني بعض بيتكلم على عوده للنادي الاهلي، عروض اخرى، المنتخب كمان بتفكر ولا لا؟ انا منتخب، نفسي ابقى موجود في المنتخب طبعا. يعني كان نفسي ان انا ابقى موجود الماتشين الجايين، ابقى موجود بنفس الشكل اللي انا كنت موجود فيه، وابقى قريب من المنتخب، ويبقى تفكير كابتن حسام ان انا موجود، خصوصا ان انا لعيب دولي ومش غريب عن المنتخب. كابتن حسام بيقتنع بيك جامد كمان يعني. انا يعني الحمد لله كابتن حسام عارف امكانيات عمرو كويسه، وعارف ان عمرو لما بيعود لشكله بيبقى شكله مختلف، والحمد لله. طبعا الرغبه الاولى ان انا ارجع للنادي الناديه والنادي الاهلي، ودي رغبه انا مش هتنزل عليها ان شاء الله بكل المجهود باذن الله السنه دي، من خلال فرقتي ومن خلال الزمايل اللي يساعدوني، وانا اقدر اساعدهم واشعر واظهر بشكل مميز يخلي النادي الاهلي ان شاء الله ابقى موجود وابقى موجود بقوه باذن الله. متارجت كام هدف في بطوله الدوري السنه دي يا عمرو؟ مش متارجت والله يا امير، يعني انا مش حاطط، انا الدور الاولاني اتسرقت، لكن انا الدور الثاني هحاول احط تركيزي من خلال الفرقه ان انا اعرف اعمل مجهود كويس وشغل كويس يترجم لاهداف، لان الترجمة اهداف من عند ربنا. لكن انا اللي انا ممكن اوعدك بيه ان انا مش هبخل باي حاجه الفتره الجايه. كويس كويس. طيب بالتحديد عايز اسالك بقى سؤال اخير، والتواصل ما بينك وما بين لاعبي النادي الاهلي، مين الاقرب ليك واللي بتتواصل معاه لحد دلوقتي؟ انا بكلم الناس كلها يعني. كويس. بكلم لغايه امبارح كنت بكلم كابتن عاشور وكابتن احمد فتحي، بكلم محمد هاني، بكلم حسين قبل ما بتمنى له التوفيق مع صفاق في التونسي، بكلمت ناس كتير، بكلم ناس كتير. يعني انا بتواصل مع حمدي فتحي كويس عشان ما انساش، مع سعد سمير، مع كريم ادريس، انا بتواصل مع الناس كلها، مع ازارو، مع معلول. انا بتواصل يعني يعتبر مع معظم الفرقه، وبتمنى لهم التوفيق والفتره اللي بهديهم على الفتره المميزه اللي بيعيشوها والحاله الجيدة والتركيز والاستقرار اللي عملوه لهم مجلس الإدارة والجهاز الفني الجديد، حاجة مميزة. وأنا من النادي الأهلي ببقى فرحان لما أشوف الفرقة كده، وبتمنى لهم إن السنة دي يعني تبقى سنة مميزة. قادرين ياخدوا أفريقيا يا عمرو؟
انا يعني ما فيش فرصه احسن من كده واستقرار احسن من كده. كويس. شايف ان مجلس الاداره عمل كل حاجه بقياده كابتن خطيب والاعضاء الناس المحترمه وانا شايف ان الجهاز الفني عامل بصمه يعني بصمه قويه يعني الفتره اللي فاتت. يعني اخر جهاز فني كان عامل ارقام اعتقد كان جهاز الكابتن حسام البدري. كويس. كان عامل ارقام مميزه والنهارده بنشهد برضه ارقام مميزه مع الراجل مع مستر فايلر. اتمنى لهم ان هم يوصلوا وبتمنى لهم التوفيق لان لو التوفيق معاهم ما حدش هيقف قدامهم ان شاء الله وهتبقى افريقيا في المنافسه. اخيرا رساله لجمهور الاهلي يا عمرو. رساله الجمهور ان شاء الله يقفوا قدام يعني مع فرقتهم باذن الله في بطوله افريقيا وهم هيبقوا رقم واحد والسبب الرئيسي في مكسبنا في بطوله افريقيا السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. وبتمنى لهم ان هم يبقوا متابعين السنه دي وان شاء الله بقى في رغبه كبيره ان شاء الله باذن الله مع فرقتي ان شاء الله السنه الجايه. ان شاء الله باذن الله. يا عمرو انا بشكرك شكرا جزيلا. النجم الكبير عمرو جمال لاعب النادي الاهلي المعار لفريق طلائع الجيش واللي بيتالق مؤخرا مع فريق طلائع الجيش، نتمنى له دايما التوفيق وان شاء الله يعود للنادي الاهلي يكون متالق ويساهم في بطولات جديده مع النادي الاهلي بخلاف البطولات اللي هو ساهم فيها قبل كده. طيب ده بخصوص مداخله عمرو جمال، خلينا سريعا نشوف اهم الاخبار المحليه والعالميه. يلا بينا. الوطن سبورت، طائرة خاصة تنقل المنتخب لا توجد. اليوم السابع، متعب وفضل والثعلب وشيتوس الأبرز في مواجهة قدام الأهلي والزمالك قبل السوبر. بوابة أخبار اليوم، جمال الغندور محتاج ظهر يحميني والفار تحت الاختبار. سوبر كورة، اتحاد الكرة يطبق تقنية الفار على 19 ملعبا تعرف عليها. البوابة سبورت، آخر كلام، الفار يظهر في الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري. مبتدأ، ماذا كان يفعل صلاح أثناء مباراة شروزبيري؟ بطولات، تليجراف، محمد صلاح ثانيا ضمن أفضل 20 لاعبا في الدوري الإنجليزي خلال يناير. في الجول، هدف تريزيجيه التاريخي يحصد جائزة الأفضل في يناير لأستون فيلا. يلا كورة، اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو نشعر بالقلق من تأثير فيروس كورونا على المنافسات. صدى البلد بعد أزمته مع ميسي، الإقالة تهدد أبي دال من برشلونة. هنتكلم عن تفاصيل الاخبار المحليه والعالميه بشكل كبير جدا مع ضيفنا العزيز الاستاذ حسام زايد بعد الفاصل. استنونا. استاذ حسام زايد الناقد الرياضي بالشروق ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. حسام اخبارك ايه؟ اهلا بك يا امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله خير. نبتدي بالنادي الاهلي. النهارده في حدث مهم جدا، القرعه نتكلم فيها الاول. وتوقعاتك للقرعه شايفها ازاي؟ خصوصا الاهلي خلاص هيقابل يا اما مازيمبي يا اما صن داونز يا اما الترجي. رايك؟ طبعا انا شايف ان دور الثمانيه كله فرق قويه للغايه. في وجهه نظري ما كانش فيه فرق انه الاهلي يكون في المركز الاول او المركز الثاني، لانه الناس كلها اتكلمت عن نتيجه مباراه الهلال وانه الاهلي لو كان كسب المباراه كان هيكون في وضعيه افضل. انا شايف انه يعني الثمان فرق مصنفه وفرق قويه. طبعا بنستبعد النجم لانه كان في مجموعه الاهلي طبعا. عندك صن داونز ومازيمبي والترجي. الترجي طبعا هو حامل اللقب النسخه الماضيه وليها صن داونز فريق قوي جدا، ويمكن كان طلع الحارس المرمى بتاعهم في دعابه كده وكوميكس من يعني من لحظات قبل الهواء يعني بكوميكس على الاهلي والزمالك انه الاثنين خايفين يواجهوا نيانجو.
عمل كوميكس على الانستجرام بتاعه. حاولوا تجيبوا لنا يا جماعه الكوميكس ده. يعني فيما معناه انه الاهلي والزمالك بيرموا سان داونز لبعض، خايفين يواجهوا سان داونز. ده كان معنى الكوميكس بتاعه. لكن عجبني يعني صراحه رد فعل جمهور الاهلي والزمالك على احدى الصفحات، انه يعني كله قال لك لا احنا طبعا يعني الاهلي والزمالك احنا مع بعض ممكن نهزر، لكن مع الفرق اللي بره لا، احنا طبعا مصر وبنمثل مصر. انا شايف انه ده تحدي كبير للاهلي والزمالك. الاهلي تحديدا من 2014 بيبحث عن اللقب، فرصه مهمه. 2014 كان اخر لقب افريقي كان الكونفدراليه، لكن لا انا بتكلم ما بالظبط يعني 2013 كان اخر لقب، وبعد كده بدا يبحث عن دوري الابطال مره اخرى. لكن بتتكلم عن انه في استقرار للاهلي في الدوري، في استقرار في النتائج، في 12 فوز متتالي، رقم كبير جدا. لكن في النهايه انا شايف ان التحدي هو دوري ابطال افريقيا. التحدي بالنسبه للاهلي الاهم للاهلي هو دوري الابطال. الدوري يكاد يكون اتحسن بالنسبه للاهلي بشكل كبير جدا بسبب ابتعاد المنافسين كلهم عن مستواهم، وانه الاهلي بيحقق الفوز دايما، فبالتالي يعني بيخلي هل هو ابتعاد عن المستوى ولا قوه النادي الاهلي؟ لا هو يعني قوه الاهلي في الدوري دي واضحه، يعني بدليل انه انت بتحقق 12 فوز متتالي يعني. تمام. في النهايه حتى لو في منافسين بعيد عن مستواهم، لكن ده الرقم نفسه بيخليك كمان كويس. ماشي بشكل جيد. المباريات نفسها بتؤدي فيها بشكل جيد. فبالتالي التحدي الأكبر للأهلي زي ما قلت هو الفوز بدوري أبطال إفريقيا. البعض بيتكلم عن أنه الأهلي في مباراة الهلال السوداني شوية كان مستوى أقل من المنتظر. طيب ما هو احنا مش بنبص ليه على مباراة الأهلي والنجم الساحلي اللي قبلها؟ الأهلي عمل مباراة قوية جداً. انا في وجهة نظري أن الأهلي في مباراة النجم الساحلي عمل مباراة ما شفناهاش من فترة. حتى روح اللاعبين، حتى الاداء نفسه، حتى البحث عن الفوز وعن التسجيل، كنت بتحس انه فعلا اللعيبه حاسه بالضغط اللي هم فيه نتيجه انه كان لازم 4 نقاط للتاهل. فبالتالي كانت مباراه جيده للغايه من وجهه نظري. لكن مباراه الهلال السوداني لازم نربطها بالظروف اللي كانت محيطه بالمباراه نفسها، وباللي حصل قبل المباراه، وبالظروف اللي في دوله السودان الشقيق. كل ده لازم نربطه باداء الاهلي في المباراه. الاهلي قدم مباراه الى حد ما جيده مقارنه بالاحداث اللي حصلت، مقارنه لحد ما الاحداث دي حصلت كان الاهلي ماشي كويس جدا بالظبط. طبعا نزول الجماهير للملعب، وانا يعني انا مع البيان اللي عمله مجلس اداره النادي الاهلي، ومع انه ما فيش شكوى تقدمت، وده كان كلام واضح انه ده بسبب انه الحفاظ على العلاقات، وانه الموضوع اكبر من كده. وخلينا نتذكر سويا المشهد الشهير بتاع الزمالك والافريقي التونسي هنا في مصر، وموقعة الجلابيه الشهيره ونزول الجماهير، وكان كل الناس هنا زعلانه من المشهد، والكل بيقول انه ده نتيجه الظروف اللي كانت فيها البلد وقتها. اذا لازم الدول العربية تحديدا لما يحصل موقف زي كده أكيد بتحط في المقام الأول إنك تحافظ على العلاقات بما لا يضر طبعا بمصلحة ناديك لو فيها ضرر في هذا الإطار. لكن في النهاية ما فيش أي ضرر، والاتحاد الأفريقي خد عقوباته، ويبقى الحفاظ على العلاقات هو الأهم. دي لغة الكبار. كويس. تمام. كويس. ده فيما يخص مستوى الأهلي. مش منتظر أنه يطلع أول مجموعة عشان يتجنب مواجهة بعض. أنا قلت لك الكل قوي، والبطل دي مش كلمة بنرددها، يعني كلمة أن البطل لازم يفوز على الكل أو ما يخافش، دي كلمة حقيقية فعلا. وده فعلا اللي قاله يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ بعد المباراة، إحنا ما الأهلي دايما ما فيش مشكلة أن إحنا نواجه أي حد. خلينا ننتظر ونشوف نتيجة القرعة اللي هتكون. متوقع الأهلي يلعب مين؟ هو موضوع التوقع ده يعني بصراحة يعني بحس لا أنا مش عارف، بس أتمنى إنه الأهلي يبعد عن الترجي. يعني دايما المواجهات العربية بيكون فيها حساسية، يعني طبعا أكيد طبعا ممكن تواجه الترجي حتى في المباراة النهائية مثلا زي ما حصل قبل كده، لكن على الأقل بتتجنب الأمور اللي هي خارج الأمور الفنية، يعني الضغط النفسي، المواجهات العربية وحساسيتها، الكلام ده كله. في النهاية خلينا نشوف القرعة واللي هتجيبه يعني. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو متبقي من بطوله دوري ابطال افريقيا، والاهلي قادر باذن الله على الفوز بهذا اللقب. بمناسبه بطوله دوري ابطال افريقيا، ملعب النهائي اتحدد ولا لسه؟ يعني بعض الصحفيين الفتره اللي فاتت بقى لهم فتره كبيره بيقولوا ايه، ان خلاص يا اما ملعب محمد الخامس في المغرب بتاع الوداد، يا اما استاد القاهره. الموضوع ايه؟ شوف، هو طبعا دي اول مره الاتحاد الافريقي هيعمل فيها النهائي من نسخه واحده، من مباراه واحده. مباراه واحده طبعا، مفيش ذهاب واياب في المباراه النهائيه، وده في دوري الابطال وفي الكونفدراليه.
ده هيكون تحدي كبير طبعا للاتحاد الافريقي، لانه انت مش زي اوروبا، اوروبا الجمهور بيروح وبيكون في زخم كبير حوالين المباراه وكذا، دي هتكون اول تجربه لو الطرفي المباراه ما فيهوش فريق من البلد نفسها، اعتقد دي شويه ممكن تكون مشكله، الا اذا الاتحاد الافريقي قدر يتغلب على ده بموضوع التسويق وانه يكون في رحلات للجمهور ويكون في كرنفال للمباراه نفسها. موضوع انه تحديد المباراه النهائيه، انا بتكلم بمصدر من داخل الاتحاد الافريقي، انا تواصلت معاه لانه طبعا الكل كان عايز بيسال. طبعا المعلومه انه لسه الاتحاد الافريقي هيعلن عن ان الدول الراغبه في استضافه المباراه النهائيه تقدم الملفات بتاعتها، وبالتالي هيكون في بحث للعروض المقدمه واختيار احد هذه العروض. لا لا استنى تاني، لان الفتره اللي فاتت زي ما بقول لك الكل بيقول لك ايه، يا استاد القاهرة استاد محمد الخامس. صحيح البعض يعني راح لاستاد الاتحاد الافريقي هيستقر على ملعب فيهم، هو اللي هيستضيف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا. لا طبعا لغاية دلوقتي دي معلومة مؤكدة طبعا بقولها على الهواء مباشرة، انه الاتحاد الافريقي لسه بصدد انه يفتح الباب امام الاتحادات الراغبة في استضافة النسخة او المباراة النهائية من نسخة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية، ويشوف العروض المقدمة زي ما هو بيحصل في استضافة يعني كأس الأمم والكلام ده، وبالتالي هيشوف اي العروض المقدمه هتكون افضل ويعلن الدول اللي هتستضيف او الملعب اللي هيكون فيه المباراه النهائيه. طبعا كلنا نتمنى انه الاتحاد المصري يقدم، ونتمنى انه المباراه النهائيه لدوري الابطال كمان تحديدا على اعتبار انه الاكبر انه يكون في استاد القاهره، استاد القاهره يستحق ان هو يستضيف اول نهائي من نوعه في دوري الابطال من نسخه واحده، يستحق ان هو يكون في استاد القاهره بعد المشهد المشرف اللي شفناه عليه في طبعا بطولتي الكبار كاس الامم و23 سنه. خلينا ننتظر ونشوف، دي المعلومه المؤكده يا امير واللي انا باكد عليها انه لسه هيتم الاعلان بعد فتح الباب امام الاتحادات الراغبه، وده اكيد هيتم خلال الفتره القليله المقبله. يعني الفرصه سانحه للاتحادات للتقدم لاستضافه نهائي دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه لحد امتى؟ لا هو لسه الاتحاد الافريقي ما اعلنش عن فتح الباب، هو لسه هيعلن، هيقول انه احنا بنعلن عن الاتحادات الراغبه تقدم، وبالتالي هيكون عنده عروض من الاتحادات اللي هتطلب ده، وهيدرس العروض دي ويوافق على ملعب هيتم الاعلان عنه. طبعا الكل راح لمصر والمغرب، وانا توقعي كمان قالوا المغرب خلاص. لا انا توقعي انه فعلا مصر والمغرب هم الاقرب، وهم اللي يعني اكيد هيقدموا لاستضافه النسخه دي، على اعتبار طبعا انه مصر ملاعبها جاهزه بعد البطولتين بتوع افريقيا طبعاً. والمغرب بطبيعه الحال ملاعبها جاهزه وقدمت اكتر من ملف لاستضافه كاس العالم، فبالتالي هم الاكتر او الاقرب ان هم ممكن يستضيفوا ده بعد فتح الباب من الاتحاد الافريقي. طيب بالعوده لبطوله دوري ابطال افريقيا تحديدا هذا الموسم، هل نقدر نتوقع مين مثلا يوصل للمربع الذهبي او الفرق الاقوى في البطوله ممكن تاخد البطوله السنه دي، ولا السنه دي الموضوع صعب شويه خصوص التوقع يعني عكس السنوات السابقه؟ لا انا شايف السنه دي يعني الكل بيتكلم طبعا، واحنا شايفين ان الثمان فرق يعني لا في منافسه شرسه قبل كده كمان. طبعا في منافسه شرسه يعني منافسه قويه للغايه وكمان يعني فيها مواجهات عربية يعني اكيد يعني أكيد. فرقتين من مصر الاهلي والزمالك، فرقتين من تونس الترجي والنجم، فرقتين من المغرب الرجاء والوداد، سان داونز ومازيمبي فريقين يعني رخمين وانا في وجهه نظري مازيمبي كمان في ملعبه فرقه رخمه جداً. جدا فبالتالي لا انا شايف ان دور الثمانيه صعب للغايه. طبعا اتمنى انه الاهلي والزمالك باعتبارهم طبعا أكيد. فريقين مصريين ان هم يوصلوا ان شاء الله للمربع الذهبي. يعني في وجهه نظري ممكن الترجي يعني قوي جدا الترجي في قوي طبعا الترجي وسان داونز كمان لكن طبعا لو هيواجهوا يعني فرقه مصريه نتمنى طبعا التوفيق لفريقنا المصري اكيد ان شاء الله. ان شاء الله قادرين باذن الله سواء اهلي او زمالك، واحنا بالنسبه لنا نتمنى طبعا لكن التوفيق لكن امير عايزين نتكلم على نقطه مهمه، واحنا بنقرب على دور الثمانيه او خلاص على مشارف دور الثمانيه، التحكيم في افريقيا وده عليه علامات استفهام كتير جدا. الاتحاد الافريقي بكل امكانياته وبكل امواله مش قادر يطبق تقنية الفار في دوري أبطال إفريقيا أو على الأقل في الأدوار النهائية. يعني دور الثمانية كنت عملته زي بطولة كأس الأمم اللي في مصر، إن أنت من دور الثمانية بتطبق الفار مثلا. طبقت الفار ليه مش بتطبق الفار في 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 دوري أبطال إفريقيا على الرغم إنه المقابل المادي للبطل كبير جدا، على الرغم من إنه الفلوس والأموال بتاعة البطولة كبيرة جدا، الأندية بتصرف
فيعني من غير المقبول والمعقول انه فريق بخطا ساذج ممكن يغادر البطوله دي. يعني الادوار الاقصائيه دي خلاص فرصه واحده، مش حتى زي دور المجموعات عندك فرصه ان انت تعوض. لا، انا كنت اتمنى ان الاتحاد الافريقي ياخد قرار ويطبق الفار من دور الثمانيه علشان كل فريق ياخد حقه وما حدش يتظلم. ممكن يكون ايه الاسباب؟ يعني هل مثلا عدم جاهزيه بعض الملاعب لبعض الفرق في بطوله دوري ابطال افريقيا لتطبيق تقنيه الفار فيها مثلا؟ لا، انت بتتكلم عن ان هو كان ممكن حتى يعني خلينا نقول ان الفرق اللي وصلت ممكن تطبق فيها الفار: مصر، تونس، المغرب، يعني الكونغو وجنوب افريقيا. يعني لا، يعني الامور ينفع تطبق حتى لو يعني. حتى لو اي دوله تشوف فيها الملعب، حتى ملعب مازيمبي غير الملعب بتاعه اللي احنا كنا بنشوفه السيء ده، ويبقى قرار على كل الانديه ان انت هتطبق تقنيه الفار. صحيح، هينفع في ملعبك اوكي، مش هينفع تروح الملعب الرئيسي بتاع الدوله ده. على فكره يعني كان في اجتماع مهم جدا للاتحاد الافريقي في المغرب وفي مركب محمد السادس تحديدا من 3 ايام تقريبا، وكان حاضر فيه انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي. تمام. وكان احمد واغلب رؤساء الاتحادات، وانفانتينو بنفسه اتكلم على ان تطوير كره القدم في افريقيا بيتعلق بثلاث نقط مهمه جدا. ايه هم؟ التحكيم والمسابقات والبنيه التحتيه. كويس، فبالتالي انا فعلا انا متفق معاه تماما في ده، انه الثلاث ملفات دول مهمين جدا، نظام المسابقات والتحكيم تحديدا. لا، ده هو اقر كمان، قال لك في رشاوي في هو بالنسبه للتحكيم الافريقي. بالظبط، هو اقر الموضوع. شوف، موضوع الرشوه ده معروف، ويعني خلينا نكون صرحاء اكتر من اللازم يعني، ونقول انه حتى حكامنا المصريين تعرضوا لضغوط للرشاوه على مستوى الاتحاد. اتعرض عليهم بالظبط، طبعا رفضوا، ما فيش اي حكم مصري تعامل في هذا الملف، لكن اتعرضوا لضغوط، وكلنا عرفنا وبشكل شخصي بنتكلم مع الحكام وعرفنا ايه الضغوط اللي بيتعرضوا ليها. اذا كان حكامنا المصريين رفضوا كل الضغوط دي في محاولات الرشوه، لكن في حكام تانية بتقبل خارج يعني مش مصريين طبعا. فبالتالي افريقيا كمان تحديدا، والدول يعني اشقائنا الدول السمر في افريقيا، بسبب طبعا الظروف الصعبه والمعاناه، بيكون من السهل ان انت تخش في القصه دي وان انت تلعب بدماغ الحكم في ليله المباراه او ايا كانت الطريقه. يعني هو في تصوره كان شايف الحلول ممكن تبقى ازاي يعني؟ لا، هو انفانتينو شايف انه الاتحاد الدولي بيعلن صراحه ان هو هيدعم كل الدول لتطوير ملاعبها في البدايه. تمام. هيتعمل اداره خاصه لتطبيق الفار في افريقيا، في الاتحاد الافريقي هيبقى في اداره مختصه. طبعا المناقشات المستمره لتطوير نظام المسابقات والكلام ده كله، لكن اكيد طبعا تطوير البنيه التحتيه ده مهم جدا 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 في اغلب الدول الافريقيه، علشان تكون جاهزه فعلا زي ما بتقول لتطبيق الفار في كل الملاعب، او على الاقل كل دوله يكون فيها ملعب. صح، ده امر مهم جدا. مهم النقطه طبعا. النقطه الاهم كمان ان مثلا السنه اللي فاتت واللي قبلها الفار طبق في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا بشكل طبيعي، لكن برضه لقينا مشاكل. يعني ابرز مشكله الترجي والوداد. صحيح، ازمه وما كناش عارفين مين البطل. قعدنا شهور مش عارفين مين البطل. فالموضوع متعلق بمستوى الحكام نفسهم، ولا هو مجرد تطبيق التقنيه هو اللي هيساعد في الازمه دي يعني؟ لا، مهم طبعا مستوى الحكم، انه مستوى الحكم انه يكون الحكم يعني فعلا على مستوى يسمح ليه بده. كمان يكون في رقابه من لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي. احنا شفنا كمان رئيس اللجنه اتغير في الاسابيع الاخيره يعني. فبالتالي لا، لازم يكون في رقابه من الاتحاد الافريقي نفسه، ويكون في رقابه اكتر على الاتحاد الافريقي نفسه. طبعا. يعني ما اعرفش دي تتعمل ازاي، لكن مهم انه كمان الاتحاد الافريقي يكون يعني في حد بيبص عليه في الامور اللي بتحصل داخل الاتحاد الافريقي. الانديه كمان يعني تبحث عن حقوقها بكل شراسه فيما يخص الاتحاد الافريقي. كويس. وفيما يخص ملف التحكيم تحديدا، لانه ده ملف مهم جدا وبيؤثر على يعني استعدادات الفرق طول الموسم. تخيل بتصرف في صفقات ومعسكرات ولائحه ماليه للفريق، وتيجي خطا يعني ساذج من حكم في مباريات اقصائيه يعني بيكلفك البطوله كلها. فده مهم جدا يعني، امر مهم، وان شاء الله يتم معالجته بالتحديد بدايه من البطوله الحاليه، عشان مش مستحملين اي اخطاء تحكيميه. صحيح. بصراحه يعني ان شاء الله خير. لكن خلينا نتكلم معاك بقى في الاهم خلال الساعات القادمه، واستعداد النادي الاهلي لمباراه الغد امام بيراميدز في بطوله الدوري، والمباراه رقم 13 للنادي الاهلي، لكن في الجوله ال 16 من بطوله الدوري. بتشوف المباراه دي ازاي ومدى اهميتها بالنسبه لفريق النادي الاهلي؟
مباراة مهمة للأهلي طبعا، عايز تعمل رقم وتكمل، حققت الفوز رقم 12 يعني، ومباراة اليوم ومباراة الغد بتتلعب، الفرق 10 نقاط ما بين الأهلي وبيراميدز، 36 الأهلي 26 بيراميدز. طبعا البيراميدز لعب مباريات أكتر من الأهلي، لكن في النهاية الأهلي عايز يكمل بنفس الحماس، بنفس الروح اللي انت بادئ بيها الدوري، عايز تكمل رقم قياسي، عايز تعمل رقم قياسي في عدد مرات الفوز المتتالي. طبعا بيراميدز معاه مدير فني جديد تشاتشيتش، يعني هو اسمه تقيل شويه كده يعني، فيعني طبعا اكيد مباريات الاهلي وبيراميدز دايما، حتى وان كان بيراميدز السنه دي مستوى اقل، لكن دايما مباريات الاهلي وبيراميدز الجماهير بتكون منتظراها. بنتوقع ونتمنى ان هي تكون مباراه فنيه نستمتع بيها من الفريقين، وفي النهايه انا شايف ان الاهلي هيكون اقرب للفوز بالمستوى اللي قدمه الاهلي المباريات اللي فاتت، باللاعبين اللي موجودين، باستعاده احمد فتحي في مباراه الغد، جونيور اجاي طبعا هننتظر القائمه اللي هتعلن، لكن خلال لحظات باذن الله، لكن طبيا النهارده طبعا تم الاعلان عن انه احمد فتحي اصبح جاهز بعد غيابه بعد نزله البرد اللي كانت عنده، فبالتالي الاهلي هو الاكثر جاهزيه في وجهه نظري. طبعا بيراميدز عنده حالة معنوية مرتفعة انه تصدر مجموعته في الكونفدرالية، لكن انا شايف ان بيراميدز في الكونفدرالية غيره في الدوري. يعني ليه؟ ايه الاسباب؟ لا طبعا انت الدوافع عندك في افريقيا بتكون اكتر، وممكن ده يكون هو يعني سيناريو النادي بيراميدز شغال بيه، ان هو عايز يركز اكتر مثلا على الكونفدرالية، باعتبار انه ده لقب مهم، وانه يعني هيدخل دلوقتي في المراحل الاقصائية، ومباراة في الثانية توصل تاخد بطولة، بعكس الدوري عايز نفس طويل، وعايز يعني بان انت تفضل دايما بتكسب ودايما بتحافظ على نقاطك. طبعا اللي حصل السنه اللي فاتت ده كان طفره في بيراميدز، اعتقد انه مش هيتكرر تاني السنه دي، لكن يظل بيراميدز هو حاله في الدوري المصري، انا شايف ان هو وجوده مهم جدا، وزي ما قلنا هننتظر مباراه اعتقد انها تكون قويه بكره ما بين الاهلي وبيراميدز. في فارق في الامكانيات ما بين بيراميدز السنه اللي فاتت وبيراميدز السنه دي مع كواليتي اللاعبين، يعني السنه اللي فاتت كان في كينو مثلا طبعا، بنافنتي مثلا والناس دي اللي كانوا جايبينهم، لكن في نفس الوقت السنه دي برده في لعيبه جامده جدا، عندك طبعًا عمر جابر، عندك علي جبر، عندك عبد الله سعيد مش هيلعب اعتقد مباراه الغد، عندك عدد كبير من اللاعبين، جون انتوي، عدد كبير جدا من اللاعبين، فبالتالي احمد الشناوي، احمد الشناوي، مهدي سليمان، الاثنين بصراحه على مستوى جيد جدا، ومحمد حمدي باك ليفت ممتاز، ففي امكانيات جيده، دونجا، فبالتالي ايضا يبقى فريق بيراميدز من الفرق اللي عندهم الامكانيات واللاعبين اللي عندهم كواليتي مميز. شوف هو يبقى بيراميدز هو نفسه، يعني عنده امكانيات وعنده لعيبه على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، لكن انا في وجهه نظري، وده يمكن كلام قلته، انا شايف انه الدافع اللي كان موجود السنه اللي فاتت مش موجود السنه دي، يعني الدافع اللي كان عند لعيب بيراميدز في تجربه جديده من نوعها، في يعني صرف بشكل يعني كبير جدا فيما يخص الناحيه الماديه، كانت لائحه للفريق، لائحه طبعا كانت يعني ما فيش زيها في مصر فيما يخص المكسب والكلام ده كله، علشان يحاول يعمل انجاز في اول موسم ليه، كل ده مش موجود السنه دي. السنه دي اكيد طبعا في لائحه والكلام ده كله، لكن مش زي السنه اللي فاتت، كل دي دوافع كانت مخليه اللعيبه نفسها عندها حماس مختلف، عندها روح مختلفه. طبعا زي ما بناكد دايما انه الفرق اللي ما عندهاش جمهور بيكون صعب عليه ان هو يكمل بنفس الدوافع، لانه الجمهور طبعا طول الوقت عايزك تكسب، ولو في تقصير بيبقى في يعني هجوم وفي نقد، لكن الفرق اللي ما عليهاش ضغط جماهيري بيكون في شويه استسهال، لانه يعني كسبت النهارده لو خسرت مش مهم، فبالتالي انا بقول لك بيراميدز السنه دي ما عندوش نفس الدوافع اللي كانت عنده السنه اللي فاتت، وده هو اللي مخلي الفريق يعني الى حد ما مش بيؤدي بنفس القوه والشراسه، ومش هيؤدي بنفس القوه والشراسه، ومركز بشكل اكبر على الكونفدراليه، مركز على الكونفدراليه، لانه لو حصل طبعا هتبقى حاجه كبيره، ونتمنى لهم طبعا كل التوفيق سواء هم او المصري طبعا، لكن اكيد هتبقى المباراه مباراه قويه وصعبه جدا على الفرقتين، ان شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي، لكن في نفس الوقت هذا الموسم او بالتحديد هذا الشهر النادي الاهلي عنده عدد من المباريات الحاسمه في مختلف البطولات، دوري وسوبر مصري وبدايه الادوار الاقصائيه في دوري ابطال افريقيا، بالتالي بتشوف مدى اهميه هذا الشهر بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره. طبعا مباريات مهمه للغايه، بتتكلم عن الدوري، بتبدا ببيراميدز، الفوز بمباراه الغد هيخليك تكمل الفوز رقم 13، انا شايف ان هي مباراه مهمه بكره كمان طبعًا، علشان تحافظ على الرقم،
مهم ان انت تفضل تكسب وتعمل رقم قياسي، ده مهم جدا. طبعا مباراه السوبر المصري في ابو ظبي طبعا اكيد هي احتفاليه كبيره، وهناك الاشقاء في ابو ظبي دايما بيكون مرحب بينا هناك أكيد. لكن مباراه مهمه للاهلي ان هو يحقق مباراه السوبر على المنافس التقليدي هو نادي الزمالك، وده في حد ذاته بيكون انتصار مهم حتى على المستوى الجماهيري، مهم للغايه. بنتكلم على دور الثمانيه في دوري الابطال، مباريات مهمه، واعتقد انه الجهاز الفني بقياده مستر فايلر هيكون عليه دور مهم جدا انه ازاي يتعامل مع المباريات المهمه دي والحساسه في هذا الشهر. القمه بتاعت الدوري هتتلعب ولا لا؟ المفروض ليها يوم 24، يعني ده المحدد او الميعاد المحدد للمباراه. النسبه الاكبر ان هي مش هتتلعب. مش هتتلعب؟ يعني بدا بعض الكلام يطلع والتسريبات تطلع انه الموافقه الامنيه ما جاتش، انه كذا انه كذا، فيعني النسبه الاكبر ان هي هتتاجل. ممكن يكون طبعا إيه؟ طبعا انا مش مع التاجيل، لانه زي ما قلنا وزي ما اتكلمنا حتى لما حصلت الازمه الاولى على تاجيل مباراه القمه، واحنا وحذرت وكنا هنا يعني امير مع بعض واتكلمنا في ده، انه التاجيل بيفتح ملف في التاجيل، يعني في تاجيل في الثاني في الثالث، فبتلاقي الامور يعني مش في نصابها الطبيعي وانت عايز تعمل مسابقه منتظمه. التاجيل طبعا قد يكون قد يعلن بعد نتيجه القرعه بتاعه النهارده. تمام. لما تعلن المواعيد هنشوف اتحاد الكوره هيقرر ايه في النهايه، لانه هيبقى مرتبط بمواعيد الاهلي والزمالك تحديدا في دوري الابطال. هو المواعيد المحدده لمباراه الذهاب في دور ربع النهائي 28 او 29 فبراير، فانت كنادي مثلا هتختار يا يوم 28 يا اما يوم 29، فما اعتقدش هيبقى فيها ازمه بقى. لا فيها برضو. ليه؟ فيها ازمه نفسيه. مباراه 24 نفسيه. طيب. دي حاجه تانية. يعني طيب. خلينا نشوف، لكن طبعا التسريبات اللي طلعت النهارده انه الامن لسه ما جاتش الموافقه والكلام ده كله قد يكون بادره انه مباراه القمه تتاجل، قمه طيب. الدوري يعني. اوكي، ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي ومباراه الغد وبعض الملفات الاخرى اللي بتخص النادي الاهلي. عايز اتكلم في بعض الجوانب المحليه، وابتدي معاك بموقع الوطن سبورت واللي بيتكلم على ان في طائره خاصه تنقل المنتخب لتوجو، وخلاص الامر ده حسم من قبل اللجنه الخماسيه. لحد امبارح ما كانش حسم، لكن النهارده الاخبار بتقول ان بشكل رسمي المنتخب هيروح توجو بطائره خاصه. اهميه الجزئيه دي طبعا لا مهم ان انت توفر طائره خاصه للمنتخب، اعتقد الموضوع ده يعني بقى متكرر دايما، يعني قبل كل مباراه الناس تبدا تتكلم طياره خاصه او مش طياره خاصه. اعتقد ان المنتخب خلاص لازم يكون ليه طياره خاصه في كل سفرياته، سواء توجو او حتى اي دوله عربيه، طالما بيلعب يعني باسم مصر وباسم الدوله لازم يكون ليه طياره خاصه. منتخب كره القدم منتخب مش فقير ماديا، لا عنده رعاه وعنده طبعاً. مداخل ماديه كبيره جدا، ويستحق ان هو يتم توفير طائره خاصه ليه، وشفنا الكلام ده تم حسمه بعد حتى ازمه محمد صلاح واللغط اللي حصل والمش عارف نوع المقاعد اللي في الطياره وخلافه. وقتها حتى قيل انه تم تخصيص طائره خاصه من يعني احدى شركات الطيران للمنتخب الوطني، وهتكون معاهم على طول في اي سفريه. اعتقد المنتخب يستحق ده. ده امر مهم جدا، خصوصا السفر في افريقيا صعب شويه طبعا الحقيقه، وبياخد عدد ساعات. لا وكمان بيوفر يعني شويه صفاء ذهني للعيبه في الطياره، ما فيش ناس غريبه معاهم، الكلام ده كله اعتقد ده مهم. طيب حديث الساعه الفار، كل يوم بنتكلم فيه بصراحة وكل يوم بأخبار مختلفة. أنا النهاردة مثلا عندي إيه أربع أخبار بخصوص أو ثلاث أخبار تحديدا بخصوص الفار. نبتدي ببوابة أخبار اليوم، بتقول لك جمال الغندور تصريحات ليه بخصوص إن هو محتاج ظهر يحميه وإن الفار تحت الاختبار. في أيضا سوبر كورة، يا ريت تعرضوا لنا يا جماعة الأخبار دي. سوبر كورة كمان بتقول لك اتحاد الكورة يطبق تقنية الفار على 19 ملعبا، والبوابة سبورت بتقول لك آخر كلام الفار يظهر في الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري. الحقيقة إيه يا حسام؟ عايزين نعرف الجديد في القصة دي بقى والنهائي يعني. شوفوا كل الناس بتروح على إنه الفار هيتطبق في الدور الثاني ولا لا، وده طبعًا حصل. يعني خلينا نتكلم إنه بعد تصريحات الأستاذ عمرو الجنايني رئيس لجنة الإدارة في اتحاد الكرة، وإنه صرح وقال إنه الفار هيطبق من الدور الثاني، وده كلام مش جديد يعني، قالوا قبل كده كذا مرة. لكن الجديد كان تصريحات للكابتن محمد فضل من يومين تحديدا، قال فيها انه حتى الان لم يتم حسم هذا الموضوع بشكل رسمي، يعني مش الفار لن يطبق حتى الان بدايه من الدور الثاني بشكل رسمي. خلينا نخش في اطار المعلومات بقى واطار المصادر اللي احنا بنتكلم بناء على كلام ليها في الامور المهمه، وملف زي الفار لازم اتكلم فيه بناء على كلام مع مصادر كويس. طبعا في مندوب من الاتحاد الدولي جه
الايام اللي فاتت كان هدفه هو اختبار الملاعب، وتم اختبار استاد القاهره جاهزيه الملاعب لتطبيق التقنيه. لانه في نقطه مهمه جدا الناس مش عارفاها، الناس فاكره انه طالما اتحاد الكوره خد الرخصه يبقى خلاص كده نطبق. لا، ده في رخصه للحكم، كل حكم لوحده ليه رخصه. تمام. وكل ملعب لوحده ليه رخصه كمان. طبعا يعني مش معنى انه مصر استضافت كاس الامم وتلعب من دور الثمانيه الفار معناه انه مصر الملاعب دي ليها رخصه ساريه. لا، الرخصه كانت على لبطوله كاس الامم فقط. تمام. ما كانتش للملعب نفسه، مش بشكل دائم يعني. بالظبط. فبالتالي انت عندك الملاعب ليها رخصه، كل ملعب لوحده ليه رخصه، وكل حكم من الحكام ليه رخصه. يعني ممكن حكم ياخد الرخصه وحكم لا، الحكم مش هياخد الرخصه مش هينفع. فبالتالي ده بس علشان ناكد انه مش معنى انه اتحاد الكره المصري حصل على الموافقه الرسميه بتطبيق الفار انه كل الحكام اصبحوا متاح ليهم التحكيم والفار. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه، طبعا قلنا ان المندوب الفيفا وصل وشاف الاختبارين اللي تموا في استاد القاهره واستاد السلام، ودول يكونوا هم فعلا اول استادين تم اعتمادهم. وممكن يفوض اتحاد الكوره بعد كده ان هو اللي يكمل التجربه في باقي الملاعب، لان هو جه حب يشوف الناس في مصر بتشتغل ازاي. تمام. لجنه الحكام بتشتغل ازاي. كويس. فبالتالي خلاص شاف التجربه اوكي عليها، تمام الامور يعني ماشيه بشكل جيد جدا. فبالتالي ممكن يفوض الاتحاد المصري ان هو يعمل باقي التجارب على الملاعب، وبناء عليه يتم اعتماد الملاعب الاخرى اللي هتقام عليها او تستخدم فيها تقنيه الفار. الملاعب لغايه دلوقتي يعني طبعا كلام كتير طلع، مره 6 ملاعب، مره 18، اخيرا 19. 19. خلينا نقول انه الاتحاد الكوره طبعا بيسعى انه كل الملاعب الخاصه بالانديه واللي بتقام عليها مباريات الدوري تكون ضمن الملاعب المرخصه لاستخدام الفار. لكن طبعا ده كله متوقف على الملعب نفسه، متوقف على الشركة الأسبانية اللي هي موجودة، لأنه أنت بتحط الكاميرات في الملعب بشكل معين وبارتكاز معين أو محدد. الحد الأدنى للكاميرات هيكون 6 كاميرات. تمام. 2 في نص الملعب و2 عند علشان الأوفسايد من الناحيتين اليمين وشمال، و2 خلف المرمى علشان ضربات الجزاء أو اللي فيها الشوط. 6 كفاية؟ ده الحد الادنى، يعني دي اقل حاجه. ما ينفعش اقل من 6. وصولا طبعا للمباريات الكبيره اللي احنا بنشوف فيها 34 كاميرا، دي طبعا جوده ثانيه وقصه ثانيه ووضع مختلف. طبعا في تعاون بيكون ما بين الشركه الاسبانيه وما بين اتحاد الاذاعه والتلفزيون علشان شاره البث وطريقه جوده الصوره والكلام ده كله، كل ده شغالين فيه. امتى بقى يجي رخصه الحكام؟ امتى بقى رخصه الحكام هي دي اللي هتحدد. لانه خلينا نعترف يعني في مجهود كبير جدا عاملاه لجنه الحكام برئاسه كابتن جمال غندور. تمام. وانا متعاطف معاهم جدا. يعني المفروض المجهود اللي اتعمل في شهر هو طبعا يوم 9/2 تالت فوق هيخلص، اللي هو الفوج الاخير. كويس. علشان يكون عندنا 54 حكم اختبروا في هذا الاطار وخدوا كل الدورات الخاصه بيهم. لكن عندك المغرب بقالها فتره شغال على الملف وتدريب حكامه لغايه دلوقتي ما طبقتش التجربه. رؤيتي انه قد يكون من الصعب ان احنا نطبق الفار بدايه من الدور الثاني السنه الجديده يعني. ده رؤيتي للمشهد يعني. طيب، نتمنى كل التوفيق ونتمنى ان يلحقوا يطبقوا الفار في الحقيقه من الدور الثاني. وممكن يكون موضوع المنافسه في القمه تحديدا بعض بيشوفوا انه اتحسم نسبيا من قبل اعضاء اللجنه الخماسيه، فبالتالي مش مستعجلين على تطبيق التقنيه. لكن في كل الاحوال هنتابع القصه ونشوف هتنتهي على ايه. يا استاذ حسام، نورتنا وشرفتنا. شكرا يا امير، انا سعدت بوجودي معاك وسعدت بوجودي في قناه الاهلي. شكرا جزيلا. بكل تاكيد الاستاذ حسام زيد الناقد الرياضي بالشروق كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في ميديا. بكره حلقه جديده وكواليس ما قبل لقاء الاهلي وبيراميدز في الاسبوع 16 من بطوله الدوري العام. استنونا في حلقه جديده من كلام في ميديا. الى اللقاء.